لم يهدي الله لهذا الإسلام عددا كثيرا من الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة كلها. فأبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني مخزوم بن يقظة بن مرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبيه عبد الله بن عبد المطلب فاطمة بنت عمرو بن عائب بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بكاء. وهو من أبناء ريطة أبوه هشام بن المغيرة، والمغيرة زوجة ريطة التي يضرب بها المثل، وأبناؤها كانوا من سادة قريش. وفيهم يقول عبد الله بن الزبير: فإن أحلف ببيت الله لا أحلف على إثمي، لما من إخوة بين قصور الشام والردم كأمثال بني ريطة من عرب ولا حجم. هشام وأبو عبد مناف مدره الخصم، وذو الرمحين أشباك من القوة والحزم، يكن القول في المجلس أو ينطق عن حكم. لكن الله لم يهديه للإسلام.